السلام عليكم. قلت لي اسكت شوي بيروح التوتر صح؟ طيب يعطيكم العافية جميعا. أول شيء كنت عم بكتب المحاضرة، تقريبا صار لي شي شهر عم بحاول اكتب المحاضرة، فعم روح للطريق الإيجابي، عم دور على أشياء إيجابية، على أشياء أحكي فيها حفزكم فيها، عم ببحث السعادة لا، الأمل لا، التفاؤل لا. طب شو؟ ما انتو شباب مثلي مثلكم اكيد ما لكم ممتلكين هاي الاشياء بالوقت الحالي. طيب عن شو بدي احكي؟ دورت عن شيء بمتلكه بالوقت الحالي. شو اللي بنمتلكه بالوقت الحالي؟ بنمتلك الحزن، الالم، الياس، الفشل. بنمتلك اشياء بنعتبرها نحن سلبيه، ولكن في شيء جوا عقولنا اسمه مملكه السلبيات، الأشياء السلبية اللي هي أجمل مملكة جواتنا، واللي هي نحن ما منعيرها أي انتباه وما منحط إدراكنا باتجاهها. ليش جميلة هاي المملكة وشو الشيء المميز فيها؟ الشيء المميز أولاً أنه كلنا منمتلكها، كلنا منحط مصطفى كامل نسمع عليه ونحزن، وكلنا منيأس، وكلنا في عنا صدمات عاطفية، وكلنا عايشين بعالم. طبعا نحن كلنا بعتقد عرب سوريين الحاضرين بالوقت الحالي، كلياتنا تشردنا، كلياتنا طلعنا من بلادنا، فاكيد عندنا صدمات نفسيه، اكيد في عندنا الام عم نعيشها. لهيك قررت بانه احكي عن السلبيات. طيب وانا عم بكتب عن السلبيات اكتشفت شيء، واللي هو انه السلبيات هي طريق جميل جدا للايجابيه. كيف هذا الشيء؟ أول شيء بنبدأ من الأساس اللي موجود عنا كلنا، واللي هو هلا موجود عندي لأني واقف قدامكم، واللي هو التوتر. شو يعني التوتر؟ وشو بيصير عند الإنسان لما بيتوتر؟ لما بيجي أي مريض عند طبيب نفسي، أو بيجي أي مريض عند طبيب وبيقول له الطبيب أنت ما معك مرض عضوي، طب شو عندك؟ عندك ستريس. شو يعني عندك ستريس؟ يعني عندك توتر. أوكي شو لازم أعمل؟ أعمل استرخاء لنفسك، كأن التوتر يؤدي إلى ضغوط ويؤدي إلى جلطات قلبية وبتموت بالنهاية. طيب هل هو التوتر فعلا هيك؟ التوتر من نظرة العلم الحديث لا، ما انه هيك ابدا. التوتر هو صديق مفيد للانسان. يعني انا لو ماني متوتر بهي اللحظة اللي انا واقف فيها قدامكم ما فيه يطلع مني هذا الكلام ابدا. اوكي حادخل يا اما بسبات، شوفوا شو عم يعمل فيني التوتر، عم يزيد من ضربات قلبي بالوقت الحالي، اوكي عم يخليني اتحرك زيادة. طيب هذا شو بيتسمى؟ هذا بيسمى التحفيز، عم يحفز جسدي لحتى يخرج ما عندي من افكار. طيب العلم عم يقول بانه التوتر بيزيد من دقات القلب، بيزيد من التعرق عند الانسان، بيعمل مشاكل انقباضيه في الاوعيه. وقت بيصير مشاكل انقباضيه في الاوعيه شو بيصير؟ بيصير في جلطات قلبيه مما يؤدي الى الموت. طيب عملوا دراسة حديثة قالوا فيها بأنه إذا عملت توسعة لإدراك الشخص اللي قدامك عن التوتر فحينفرز هرمون في الجسم واللي يسمى الأوكسيتوسين، واللي هو هرمون عصبي تفرزه الغدة النخامية. هذا الهرمون اللي موجود في الجسم تمام مسؤول عن تنظيم ضربات القلب والالتهابات، او هو مثل فيكم تقولوا مضاد طبيعي للقلب. لما بينفرز الادرينالين وبيساوي انقباض للاوعيه الدمويه وبينفرز معه الاوكسيتوسين، اوكي بيساوي معادله في الجسم. طيب شو اللي بيدفع الاوكسيتوسين ينفرز بالجسم؟ قالوا العلماء بانه اللي بيدفعه هو التواصل الاجتماعي. شو يعني؟ يعني لما انت بتكون حزين، لما انت بتكون عايش بالم، لما انت بتكون عايش صدمه وبيقول لك صديقك روح عند دكتور نفسي وتقول له انا مجنون، فانت مالك مجنون، لا انت لازم تدفع نفسك لانه تحكي اللي عندك، لانه لما بتدفع نفسك انه تحكي اللي عندك تفرز هذا الهرمون جواتك، بتريح اللي جواتك. ونحن مرتبطين اشياء نفسيه واشياء جسمانيه، والامراض اكثر اللي عم نواجهها بالوقت الحالي، وانا عم بشتغل بمجمع عيادات، اكثر الامراض اللي عم نشوفها واللي هي امراض نفس جسمانيه. شو يعني؟ يعني بيجي عند دكتور، دكتور راح يوقف قلبي راح موت، ما بعرف شو عم يصير معي، ايه اوكي، بالنهايه بيطلع معه مرض نفسي. شو هو المرض النفسي؟ واللي هو وسواس قهري،
توتر وهالاشياء هاي. طيب توتر، انا قلت كلمه توتر ليه؟ لانه التوتر منقسم الى قسمين، اما بيكون في عندي ادراك انه التوتر هو مفيد لي، اوكي، وبروح بتجه للناس وبحكي وبشرح عن اللي جواتي وبفرغ الشحنات والطاقات السلبيه اللي جواتي للناس. شو يعني للناس؟ مين مقرب لك؟ لازم يكون دائما بحياتنا شخص مقرب لنا، طبيب، صديق، حدا اقدر فرغ طاقاتي وشحناتي السلبيه لإله. طيب احيانا بيجي مريض نفسي، ومريض نفسي ليس عيب، يعني هذا المصطلح ليس بعيب، بل بالعكس هو قمه الكمال انه اعترف انه انا مريض نفسي. انا مريض نفسي وهذا الشيء رائع جدا، انه انا اعترف انه عندي بمكان ما مرض نفسي. بيجي المريض النفسي لما بيحكي للدكتور الامراض اللي عنده او الاشياء اللي عم تصير معه بيكون ما حكيها حتى لنفسه. ليه؟ لانه هو ارتاح للطبيب، انفرز جواته هرمون الاوكسيتوسين. طيب قالوا بانه الاشخاص اللي ادركوا معنى التوتر جواتهم قدروا يسيطروا على انفسهم ويتجاوزوا حتى الضغوط والامراض و ما يسمى الجلطات القلبيه. طيب قلت بانه بدي احكي عن التوتر، بعدين اخذني التوتر لشيء ثاني واللي هو كثير شيء حلو، واللي هو الحزن اللي جواتنا كلياتنا، احزان عم نعيشها كل يوم عم تتراكم جواتنا. ومثل ما بنقول بقوانين العقل الباطن، اي شيء تفكر به يتسع وينتشر من نفس النوع وياخذ انواعا مشابهه. شو يعني؟ يعني انا وقت افكر بشيء حزين جواتي فعالي بيسحبني الى الوراء، ما بياخذني لقدام، بياخذني لورا، بيرجعني لكل شيء مرق بذاكرتي حزين وبيخليني امشي بتسلسل زمني. طيب اوكي، النساء شو بتعمل وقت اللي بتعلق هي وزوجها؟ بتروح بتقول له بتتذكر من 10 سنين وقت قلت لها لامي هيك وانت قلعت اختي وانت حكيت مع امي ليه هذا الاسلوب عم تستخدمه هي؟ لان هي جواتها ما بتقدر تتحكم بعقلها الباطن، غصبا عنها بيطلع هذا الكلام. اوكي، حتمشي في تسلسل زمني لتوصل لكل المشاكل اللي مرقت فيها بحياتها بينها وبين زوجها. طيب شو بيعمل الزوج؟ وهذا الشيء حكيته بمحاضرات سابقه، الزوج عنده النظره الى الامام، النظره الاستراتيجيه، بيطلع للامام. اوكي، هي بترجع لورا وهو بيمشي لقدام، فبيصير في فرق فجوه بيناتهم، فما بيقدروا يوصلوا لبعضهم. ليه؟ لانه عقل المراه مختلف عن عقل الرجل. كيف مختلف؟ مختلف في انه فيه نقاط تركيز اكثر في الامور الانيه. الرجل عقله فيه استراتيجية الصياد، ما يسمى استراتيجية الصياد، هذا الكلام مذكور بكتاب Why Men Lie and Women Cry. الرجل بينظر نظرة الصياد، وهذا إذا رجعنا للعصور القديمة جدا، للعصور الحجرية، كان الرجل يطلع للصيد، من هون إجا المسمى، يطلع للصيد وينظر دائما للأمام حتى يستنى فريسته لتجي. طيب المرأة وين؟ المرأة في البيت عم بتطلع حواليها بمحيطها، أولادها، الأكل اللي عم تعمله، لذلك هي نظرته آنية وهو نظرته استراتيجية للأمام. طيب وقت اللي بيعلقوا مع بعضهم أو وقت بيصير في مشكلة بيناتهم بين الرجل والمرأة، هو عم يطلع لقدام، هي عم تطلع لورا، فبتصير المشكلة. طيب هل هي هذا نقص فيها يعني للمرأة؟ لا، مو نقص فيها، بالعكس. يعني أنا أحيانا مثلا إذا بدي حط قلمي هون وبضل بدور عليه 4 ساعات، وأنا مشهور إنه بنسى كتير، فبضل بدور عليه 4 ساعات للقلم ما بلاقي، فبيجي اي حدا بيقول لي هي قلمك، اي حدا يعني امراه بيقول لي هي قلمك، كيف لقيت قلمي وانا ما لقيته؟ لقيته لان هي بتطلع بنظره محيطيه، الرجل بيطلع على شيء ما بيقدر يركز باكثر من شيء. هي فيها تحكي على التليفون وتهز لابنة على رجلها وتقول لها لبنتها طفي الطبخه، وعم بتركز بكل الاشياء هاي، وهو اذا حكى على التليفون اسكتوا شوي، بده يحكي مين ما عرفيه، بسكت الكل حواليه لأنه بيقدر يركز بشيء واحد بس. طيب عم نحكي الآن عن ما بعد التوتر واللي هو الغضب. كلنا إذا رحنا اعتبرنا بأنه مشاعرنا محطوطين بخزانة، فكل ما فتحنا هاي الخزانة بدي ألبس اليوم السعادة، بدي أخذ اليوم من هاي الخزانة شعور الفرح، بدي الغضب لا رجع لمحله، ما بدي إياه. ليش ما بدي إياه للغضب؟ لأنه كلنا منخاف منه، ومنعرف بانه في اخطاء بتظهر لما بنلبس الغضب، لما بنحكي بالغضب. طيب شو المشكله؟ هل الغضب سيء؟ لا،
الغضب هو أفضل صديق عند الإنسان، أفضل صديق. ليه؟ لأنه أنا بقدر ضيع أو أنا بضيع حقي لما ما بغضب، أنا بكتم جواتي لما ما بغضب. والكتم، السكوت عن الشيء أو السكوت عن الحق، بعد فترة بيؤدي لأزمات نفسية وبيؤدي للاكتئاب ولمشاكل أكبر. طيب أوكي، أنا بضيع كتير أمور بحياتي إذا أنا ما غضبت. طب وين المشكلة عنا؟ ليش بنخاف من الغضب؟ المشكلة بطريقة تعاملنا مع الغضب، كيف نحن بنتعامل معه. شو المشكلة عنا بتعاملنا؟ يعني أنا إذا ما بدي أكتم جواتي ولا بدي طبعاً إذا كتمنا الغضب كتير جواتنا يمكن ننفجر قدام ولد صغير. يعني أنا كتمت جواتي، كتمت لفترة طويلة، بعد سنتين أو ثلاثة أو بعد شهر أو بعد شهرين بجوز تشوف ولد صغير يعمل لك شيء صغير بحياتك، أوكي؟ يمكن يلمسك لمسة تنفجر وشه وتفرغ كل هاي الطاقات السلبية اللي كانت جواتك. وأحياناً بنشوف فيديوهات على اليوتيوب أو على إنه رجل كبير ضرب ولد، منقول إنه شو كيف عم يضرب ولد؟ عم يضرب ولد لأن في جواته شيء، في جواته أمراض نفسية، في جواته كتم. لذلك تفريغ الغضب هو شيء جيد. طيب كيف بدي اتعامل مع غضبي؟ انا بغضب بسرعه وما بقدر سيطر على نفسي. بتعامل مع غضبي بكتير اساليب. اول شيء جينا نتطرق للاساليب اللي بنحكي فيها واللي هي البرمجه اللغويه العصبيه NLP. شو بعمل بالبرمجه اللغويه العصبيه؟ اذا انا قاعد مع شخص معين وهذا الشخص استفزني، اغضبني، وصلني لمرحله بانه انا ما عاد اقدر اتحمل وبدي احكي كلام ما يليق بالمكان اللي أنا قاعد فيه أو بدي أخرج عن طوري، شو بعمل؟ أول شيء فتش على أسخف شيء موجود، لون. فتش على اللون الأحمر مثلا وبصير بعد حوالي اللون الأحمر، وين في أحمر؟ أحمر 2 3 4 5. أنا عم طلع نفسي من كتلة ملف تمام استفزازي في عقلي لكتلة سخيفة، يعني في فرق بيناتهم، أوكي؟ فوين أنا بصير؟ بصير تفكيري بالنص بالمتوسط، فبصير بحكي طبيعي. طيب هاي اول شيء بنعمله، بنبحث عن اسخف شيء. واحيانا انا في مين بيتعامل معي بهالطريقه هاي، يعني هو استاذ ماهر بيتعامل معي بهالطريقه هاي، يعني انا بكون عم بحكي معه بشيء وبروح بحكي معي بشيء ثاني تماما. ليه؟ لانه هو بده يغضب، فهو ما بده يفرغ غضبه بطريقه خطا، فبروح بيتعامل معي بطريقه انه يبعدني عن الموضوع. طيب واذا انا جيت سيطرت على غضبي بهي الطريقة، كيف بدي فرغ شحناتي؟ أول شيء ما لازم أحكي عن الشخص كله ككتلة، تمام؟ أنا لازم أحكي عن الموقف. صار حادث السيارة، نزل من السيارة، مين اللي ضرب له سيارته؟ بنت. أنتوا النساء كلكم ما بتفهموا، أنتوا كلكم ما بتعرفوا تسوقوا، أنتوا طب خليك هلا هون بالموقف اللي أنت فيه. شو بدك بكل النساء اللي على الأرض؟ أنت إلك بس فيها وبموقف صغير صار معك بالوقت الحالي. فأنت بس أحكي عن هذا الموقف، ما تحكي عن كل شيء وتعمم القصة. طيب لا تستسهب بغضبك، احكي مباشرة أنا غضبت منك لأنك عملت هيك وانتهى الموضوع. لا تزيد القصة، لا تكبرها. أول شيء ليش بتكبر قصة جواتنا؟ موقف صغير في عقول مفكرة، عقول كبيرة كتير تمام عند هذا المرض النفسي، واللي هو جيت مثلا أنا أخذت من حدا هذا الألم، أوكي؟ ليش اخذ مني الالم؟ لا هذا مقصده اكبر من هيك كثير، في شيء عم في شيء جواته عم يدرسه لحتى اخذ مني الالم، اكيد هو عم ينتقم مني من شيء صار بالماضي، اكيد اكيد اكيد. فبتكبر القصه لتوصل لمرحله جواته بانه هي صارت قصه ما عاد يقدر يسكت عنها، تمام؟ فبيروح بينفجر على الشخص اللي اخذ منه الم. ليه؟ مع انه هي العقول هي بتكون عقول مفكره، اوكي، ولكن وين بتاخذ عقلها او وين بتاخذ افكارها؟ للطريق الخطا. فنحن لازم نتعامل مع الغضب بصورة صحيحة حتى نقدر نكسبه. وهي أشياء موجودة عنا، أنا عم بحكي عن موجوداتنا الحالية، ما عم قلكم بأنه أنتم الناجحين وأنتم الأول وأنتم القمة ونحن لازم نوصل للقمة بطريقة أنه نحن لازم نحلم مثل ما حلموا الكبار. لا لا، ما حدا حلم، كله تعب، كله تعب. ما في حدا أبدا بوجه الأرض هاي اللي هي الحياة عليها صعبة فعليا. وهون قمة التنمية البشرية بأنه نحن نعرف بأنه نحن على أرض الحياة فيها صعبة، صعب بأنه نتأقلم. أنا قبل ما أجي على هاي المحاضرة كنت عم بشتغل، أوكي؟ كنت عم بشتغل بشغل تاني تماماً. ليه؟ لأنه أنا بدي أعيش على هاي الأرض، بدي أكسب قوت يومي. ما فيني أنا من 4 سنين شو كنت عم بشتغل؟ عم بشتغل فني موبايلات، ولحد الآن يمكن في حدا من بيناتكم عم يصلح موبايله مثلاً، أوكي؟ ولحد الآن مثلاً بكون ماشي بالشارع، كيفك دكتور؟
اهلا وسهلا. موبايلي عطلان بالله، ممكن تشوف لي اياه؟ ايه اوكي بشوف لك اياه. هو استهزاء يعني، باب الاستهزاء. طب اوكي ما تاثرت. ليه؟ لانه انا بكون بصلح موبايلات، بكون حجار، بكون شو ما كان، بس بالنهايه انا بدي اوصل لهدفي. طب وينه هدفي؟ كيف بدي احط هدفي اذا نحن في عنا الواقع غامض قدامنا، ما عم نشوف شيء؟ كيف بدي احط هدفي؟ برجع بحكيها دائما هي الكلمه، واللي هو الواقع، واللي هو الشيء اللي بده يقع الان، اللي بده يصير الان. لك ما هذا بايدي، انا بايدي انه امشي هاي الخطوه لقدام، وبايدي اني ارجع لورا، بايدي الان انه انهي المحاضره وامشي، وبايدي انه انا اخجل وانزل وما احكي. كله بايدي، كل شيء بده يصير الان في ايدي. فوين الغموض بالموضوع؟ وين الغموض بمستقبلنا؟ بنكون قاعدين مع شباب بيقول لي والله انا ما عندي مستقبل. لك لسه ما بلشت، لسه عمرك 20 سنه، 25 سنه، 30 سنه، طب اوكي 40 سنه. طب ما عم نشوف كل يومين ثلاثه بنشوف منشور محطوط على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، شو عم يحكوا فيه؟ عمره 90 سنه وتخرج من الجامعه وحقق حلمه اللي كان ما حققه بطفولته. اوكي ليه؟ حاطط هدف، حاطط كتله بده يمشي، بده يمشي ليوصل. اوكي طيب انا حاطط هدف في عقلي انه اكون انا ملياردير بعد سنه، هل هذا الهدف بيتحقق ولا هذا الهدف هو هدف مدمر لي؟ اكيد هو هدف مدمر لي. انا لازم احط اهداف ممكن احققها على ارض الواقع وامشي ستيب باي ستيب. يعني انا افرح بالانجازات اللي عم بعملها. انا اليوم سعيد بانه انا واقف على المسرح وعم بحكي معكم. اوكي هذا انجاز عملته. هذا حلمك؟ لا، في عندي حلم اكبر، ولكن انا بدي امشي خطوه. اوكي افرح فيها. اذا ما فرحت وحسست نفسي من جوا بانه انا عم انجز شيء، ما فيني اكمل لقدام. طيب الشيء الاول اللي هو التوتر، الشيء الثاني اللي هو الغضب، ولكن بدنا نحكي عن شيء. اذا كان شخص قدامي غاضب، انا شخص قدامي غاضب جدا، فانا بعتبر بانه هذا الشخص قاعد جواته عفريت. تمام؟ ما فيني هذا العفريت في له شروط معينه حتى تقدر تحكي معه. ما هو هذا الشخص نفسه اللي عم تحكي معه. بالعاده انت بتكون عم تحكي مع والدك، ها؟ اما والدك بيتحول لعفريت يعني بعض الاحيان. لحتى تقدر تحكي معه في شروط معينه. شو هي هاي الشروط؟ لا تساله. شو يعني ما اساله؟ يعني اذا هو عم يقول لك مثلا انه انت فاشل، انت ليش انا فاشل؟ لك حيشرح اكثر، حيستسهب اكثر، وحتوصل بالنهايه انك انت مو بس فاشل، يمكن يعني يشيل الكاسه ويضربك فيها. طب خلص خليك لا تسال. هذا العفريت اتركه بالوقت الحالي، اتركه ليهدى. طب كيف بتركه ليهدى؟ خليه يشعر بانه انت فعلا حسيت بانه غاضب. كيف يعني؟ دخل عندي عميل على الشركه، اوكي، وعم يشرح لي باستسهاب كبير عن سلعه اخذها من عندي طلع فيها مشاكل. شو بقول له؟ انا فعلا مقدر بانه انت غير راضي عن السلعه. بعمم الموضوع، اوكي، بعمم الموضوع، ما بحكي بالتفاصيل اللي هو عم بحكي فيها. يعني هو عم بيقول لي في مشكله بالمايك. ليش في مشكله بالمايك؟ هو في مشكله بالتاتش. ليه في مشكله في التاتش؟ لا نحن عندنا التاتشات. لا، بعمم الموضوع لحتى يهدى العفريت، بس لحتى يطلع منه، طالعه منه، وبعدين بكمل كلامي اللي عم بحكي. طيب اعطيه شيء اسمه الرقم القياسي. يعني اذا زوج عم يحكي مع زوجته او زوجه عم تحكي مع زوجها، اوكي، وهذا الزوج عم يقول له بانه انت عملتي هذا الشيء وهذا الشيء خطا و و و و، اعطيه شيء اسمه الرقم القياسي وقول له شو رايك ناجل هذا الموضوع، ها، ليوم الاثنين للساعه 7 المساء نحكي فيه. امي هلا بتقول جواتها مستحيل احكي مع زوجي. ما بيقتنع مني. طيب الشيء الثالث واللي هو مهم جدا، اللا مبالاه. نحن في عنا لا مبالاه، ولكن عم نستخدمه بشكل خاطئ. مصطلح اللا مبالاه هو مصطلح حلو كثير اذا نحن استخدمناه بشكله الصحيح، واللي هو اذا جينا سالنا سؤال كلنا بنسال انفسنا، ليه انا موجود على الارض؟ فنحن بنقول انا موجود لحتى ابني اسره، لحتى اكون سعيد، لحتى اوصل لاهدافي اللي بدي اياها. اوكي طب هاي الاجوبه كلها مستهلكه، كلنا بنعرفها. شو اللي لازم اساله لنفسي؟ اللي لازم اساله لنفسي واللي هو ما الالم الذي يمكنني ان اتعايش معه طوال حياتي؟ شو الالم اللي انا بقدر اتحمله بحياتي؟ مثال صغير، اذا انا بدي روح اشتغل، في عندي خيارين، الاوبشنز عندي، واللي انه هو يا اما بشتغل موظف يا اما بفتح شركه. طيب رح شوف الالام بهالطريقين. اذا انا بدي اشتغل موظف عند حدا،
انا لازم اتحمل بانه استيقظ بوقت معين وانصرف من شغلي بوقت معين، لازم اتحمل الاوامر اللي راح تجيني من 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 المرؤوس او من رئيس، عفوا رئيس الشركه اللي انا فيها، لازم اتحمل كل شيء عم يحكي معي، ولازم بس اقول حاضر. ليه؟ لانه انا موظف في هاي الشركه. طيب شو المقابل؟ المقابل بانه انا اخر الشهر عم باخذ راتب ثابت وانتهى الموضوع، عم روح على بيتي ومرتاح. طيب واذا انا كنت رئيس هاي الشركه شو الالام اللي عندي؟ اكيد حاتعب اكثر، لاني انا حاسس في وقت تاسيس شركتي اكيد حياخذ مني وقت طويل حتى انا اقدر احصل على الشيء اللي بدي اياه. طيب حاتعب اكثر، حاجتهد اكثر، بجوز ما احصل على مردود مادي بالبدايه، ولكن الاستمراريه لقدام شو بتعطيني؟ بتعطيني بانه انا حاحصل على شركه مستقله، ما في حدا يكون ريس عليها، ما في حدا يكون هو قائد علي. مثل الوقت اللي عم تشوف شوفير تاكسي بتقول له عم قد ايه صار لك شوفير تاكسي؟ بيقول لك صار لي 30 سنه شوفير تاكسي. طب ليه صار لك 30 سنه شوفير تاكسي؟ منين بدي اجيب حق تاكسي؟ طيب حنجيب صاحب التاكسي نفسه ونساله هذا السؤال، كيف حصلت على هي التاكسي؟ بيقول لك انا كنت شوفير عليها، بعدين رحت اخذت سلفه من ابن خالتي دينت منه 50,000، واستدنت من ابن عمي 50,000، واستدنت ما بعرف مين 50,000، ودخلت حصه ب ب ب ب بالسياره مع شريك، اوكي، وبعدين صرت اطلع عليها مناوبتين للسياره، مناوبه ادفع على بيتي مصروف، مناوبه الثانيه حطها كفائض عندي حتى اقدر احصل على الجزء الثاني من السياره، بعدين حصلت اول سياره والثانيه والثالثه. شو هاد؟ شو هذا اللي عمله؟ شو فرق هاد عن هاد؟ شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه هاد عم بده يوصل لهدف، بده شيء بالنهايه. الثاني شو بده؟ خلص مستسهل الامور كلها بحياته وقاعد مستسلم للواقع. مثال اخر او لنحكي ايضا باللامبالاه، ديف موستم بعام 1983 كان عازف بفرقه ميتال، كان عازف بيوم الايام هيك قبل ما يدخل على التسجيل تبعه، كان في عنده تسجيل اسطوانه جديده، قبل ما يدخل على التسجيل قالوا له يعطيك العافيه انت مفصول من العمل معنا بالفريق. شو اللي عمله؟ راح طلع بالقطار وهو حزين، رجع على بلده اللي اجى منه، وهو طول الطريق حاسس بحزن شديد، وفي جواته شعور الانتقام، في جواته شعور الانكسار. المهم بعد سنه او سنتين راح بنى فرقه لوحده واللي هي سماها ميجاديث، سمى فرقته ميجاديث، وفعلا فرقته انشهرت جدا جدا وكبرت فرقته اللي عملها. طيب باعت 25 مليون اسطوانه حول العالم. اما بالمقابل فرقه ميتاليكا واللي هي قالت له الله معك، باعت ما يقارب 185 مليون اسطوانه حول العالم. بيوم من الايام طلعوا مقابله مع ديف وسألوه، قالوا له شو شعورك أنت بقمة النجاح الآن؟ قال له شعوري هو أنا أكثر شخص فاشل على وجه الأرض. ليه؟ لأنه ربط نجاحه بالانتقام، حط جواته معايير ومقاييس خاطئة للنجاح، مع أنه اللي بيشوفه ولحد الآن هو بالتاريخ موجود الإنسان، ولكن شو؟ هو اعتبر نفسه فاشل لأنه ما حصل على مبيعات الاسطوانات اللي سجلها مثل مبيعات الاسطوانات اللي كانت بالفرقه الثانيه، فلذلك هو دائما كان معتبر نفسه فاشل، عم يقول لنفسه انا فاشل. طيب معناتها الشيء مرتبط جواتنا بالمقاييس والمعايير اللي بنحطها للنجاح. شو ليش بدي انجح؟ مره بقناه، طيب الانتقام هو خطا ام صح؟ يعني انا اذا انا حطيت جواتي شعور انتقام، هذا الشيء خطا؟ لا، هو احيانا بيكون صح بمواقف معينة وأحيانا بيكون خطأ. لو رحنا على قناة ناشيونال جيوغرافيك في برنامج أنا مرة شفته، ثلاث أشخاص، واحد ضاع بالجليد، واحد ضاع بالغابة، واحد ضاع بالصحراء، ولكن الفرق بيناتهم بأنه اللي ضاع بالصحراء كان نايم هو أصدقائه، أصدقائه بالليل أخذوا كل شيء منه وتركوه ومشوا، أوكي، فالصبح طلع هيك ما في حدا، هو بالصحراء لوحده ولا حتى معه مي، وطبعا هي قصة حقيقية يعني على ناشيونال جيوغرافيك. طيب هذا مشي بالصحراء، واحد بالغابات الاستوائية عنده ماء وعنده أكل وعنده كل شيء، واحد بالجليد، اللي بالجليد
علقت رجله بالجليد وهو كبير في العمر، فشو صار فيه؟ ما عاد يقدر يتحرك، فضل في أرضه، قاعد في أرضه. اللي بالغابات الاستوائية هو حر وعنده الطعام وعنده مكان ينام فيه وعنده كل شيء، ولكن بعد أسبوع توفى. ليش توفى؟ توفى لأنه ما في عنده هدف للعودة للحياة. هو أصلاً كان طالع للاستجمام للخروج من مشكلة نفسية، فدخل بصدمة نفسية جديدة فرح توفى. طيب اللي بالجليد كان دائماً عم يفكر بولاده، مع أنه رجله ما عاد يحس فيه أبداً، بالنهاية لقوا وأخذوا. طيب واللي بالصحراء حارب 10 أيام بدون طعام بدون ماء. لا والأكثر من هيك بأنه هو راح خلع ثيابه. ليه؟ لأنه هو حس بالحر الشديد، فهذا الخطأ حرمه من الرطوبة لجلده فانصاب بحروق بجلده. 10 أيام استمر وظل عايش بالصحراء. ليه؟ لأنه رابط شعوره واللي جواته بأنه بده ينتقم من اللي تركوه بالصحراء لوحده، بده ينتقم، بده يرجع. وشعور الانتقام هون عطاه طاقة كبيرة، حتى عم يقولوا بأنه هن الوقت اللي وجدوه، فهو فورا وقت شاف أشخاص قدامه انهار وقع في الأرض. أوكي؟ هو بس كان بده يوصل للحياة، أو بده يوصل لأنه يقدر ينتقم، وفعلا انتقم ووصل اللي بده إياه، وقدر يحصل منهم كمحاكمة عادلة ودخلهم السجن. طيب معناته شعور الانتقام بيختلف بحسب الحالة اللي نحن بدنا ننتقم فيها. أنا ليش بدي انتقم؟ ليش بدي أسأر؟ أنا فيني انتقم إذا كان الأمر شديد علي، ولكن بنتقم بتخطيط صح، بأمور صح، بنتقم بأنه أنا أمشي بطريق تاني نهائياً عن الطريق اللي أنا كنت فيه. وأنا انتقمت، أنا شخص قدامكم انتقمت، وضليت سنة ونص عم فكر بالانتقام، وضليت سنة ونص وأنا عم حارب لوحدي وبس بدي انتقم. طيب انتقمت لوحدي؟ لا طبعا، اكيد كنت رابط شعوري بانه رب العالمين هو حيرجع لي حقي، واكيد القاعدين معنا بيعرفوا قصتي، طبعا القاعدين معنا منكم بيعرف قصتي وبيعرف شو اللي صار معي. كنت دائما اربط الامر جواتي بانه انا بدي انتقم من هذا الشخص اللي غدرني، اللي اخذ لي حقي، وبالنهايه رجعت حقي منه. ليه رجعت حقي منه؟ لاني انا مصر بانه انا وصلته للمكان اللي هو فيه، انا بدي اطلع لمكان اعلى منه. اوكي انا ما اذيته، ما قربت عليه بشيء، انا رجعت حقي، ففينا ننتقم برقي بدون ما نزعج انفسنا. طيب كيف ما نزعج انفسنا؟ نجي لانه تشارلز كان ولد صغير معه امراض كثير، معه امراض عضال، واللي هو انه جسمه ما بيقدر يحركه كثير، ما بيقدر يتحرك، دائما بيشعر بالام لما بيتحرك، دائما بيشعر بالام لما بده يعمل شيء، فكان دائما يقعد في البيت. كبر شوي وأبوه رجل أعمال كبير، كان يجيب له كل الأساتذة على البيت يدرسوه ويعطوه اللي بده إياه، بس إنه ما يطلع من البيت لأنه ما بيقدر يتحرك. كبر شوي راح على الجامعة، ما قدر يكمل بالجامعة، رجع على البيت، قعد في البيت. طيب بالنهاية قرر بأنه هو بده ينتحر، لأنه جرب إنه يطلع مع رفقاته رحلة مثلاً على الغابات الاستوائية، هن بيساعدوه، ما قدر يكمل الطريق، رجع على البيت. دائماً كان كل ما يطلع لمكان يرجع على البيت. فرح قرر انه هو بده ينتحر، وهو بده ينتحر راح قرأ بجريدة، عم يقرأ بجريدة مقولة صغيرة مكتوب فيها ان كل شيء يحدث لك في الحياة انت مسؤول عنه. قرأ هاي المقولة بس، بعد لهي المقولة شو صار؟ صار الأب الروحي لعلم النفس في امريكا. الأب الروحي شو يعني؟ راح كتب قوانين كبيرة بعلم النفس وقال فيها بأنه نحن منتحرك لما نحن منقول بأنه بدنا نتحرك. شو يعني أنه أنا بدي أقول بدي أتحرك؟ يعني أنا اللي بقرر الخطوة اللي لقدام، أنا اللي بقرر أنه كمل لقدام، أنا اللي بقرر أنه أنا حزين ولا لا، أنا بقرر، أنا بقول أنه أنا حزين ولا لا. أنت حزين يعني أنا شايفك اليوم كثير تعبان، ما أنت اللي بتقرر أنه أنا تعبان ولا لا، ما أنت اللي بتقرر أنه أنا مصدوم ولا لا، ولا حتى اللي جواتك بيقرر. مين اللي بيقرر؟ اللي بيقرر هو إدراكك. طب كيف انا بحط ادراك لانه انا ما فيني شيء؟ بحط ادراك بانه انا بحط هدف، بحط شيء بدي اوصل له، دائما لازم اوصل لشيء. طيب حطيت هدف وسبحان الله ما عم بقدر اوصل له، بيقول تشارلز نفسه بانه انت مخطئ جدا اذا وضعت هدفا واحدا في الحياه، انت جدا مخطئ. انا فيني الان قلكم بانه انا عم بعطي محاضره وهدفي انه اوصل
لمحاضر عالمي، احكي قدام جماهير عالميه، اوكي هذا اكبر هدف عندي. هو الوحيد؟ لا، لانه باي لحظه ممكن يمرق شيء في حياتي يوقفني، يخليني ما اقدر كمل لهدفي. اوكي شو بدي اعمل؟ لازم اسلك طريق جديد، لازم يكون في عندي اكثر من طريق جواتي، ما لازم انا امشي بطريق واحد. اوكي انا حاشتغل في ميكانيك السيارات، خلص اوكي انقطعت ايده هيك بالخطا، انقطعت ايده ما عاد يقدر يشتغل ميكانيك السيارات، شو بده يعمل؟ طب انا هلا عم بحكي، جزء بكره انا مشلول، شو بدي اعمل؟ لازم افكر دائما باهداف. اذا جسمي تعطل فيه شيء شو لازم اعمل؟ اذا عقلي تعطل فيه شيء شو لازم اعمل؟ اذا علاقتي مع زوجتي بالبيت تعطلت شو لازم اعمل؟ اذا علاقتي مع شريكي في العمل تعطلت شو لازم اعمل؟ ونحن لازم نفكر بعصف ذهني، لازم نحن نرتجي لاحداث غير موجوده. طب يا دكتور هذا بيؤدي لانه نحن نكتئب بالنهايه، يعني اذا انا بدي افكر بالشغلات السلبيه بدي اكتئب؟ لا، انا لازم افكر بالطريقين، الطريق الايجابي والطريق السلبي. ما لازم اصدم نفسي، دكتور وعدني بانه هو بيحبني وبيعشقني واخر شيء ما تجوزني. اوكي، لانه الخطا منك، ما عندك ادراك. لما قعدتي معه وهو عم يضيفك القهوه وعم يقول لك انت اجمل عيون شفتها بالعالم وانت فتاه احلامي وانت ما بعرف شو، اوكي هو بده يوصل لهدف، هو حاطط هدف عم يوصل له. والله انه اكثر شبابنا عم يوصلوا لهدفهم. طيب ليه عم يوصلوا لهدفهم؟ لانه في خطا عند البنات، انت ما فهمتي، ها، مع انك انت اذكى منه بتقييم الامور الانيه. ونحن بنقول في علم البادي لانجويج انه المراه بتقدر تقرا الرجل بالفطره، وهذا حكيته دائما بحكي بقوله بانه المراه تقرا الرجل. انت كذاب، بيدخل على البيت بيقول لها وين كنت لحد الان؟ والله كنت مع اصدقائي. هي عم تقول جواتها كذاب، هي عارفه انه ما كان مع. طيب والاقوى من هيك انه هي بتحلل نبره الصوت على التليفون، يعني هو اذا اتصل فيها، انا والله عند اهلي وامي ما رضت، يعني قالت لي بانه بدي احط العشاء وبدنا نتعشى مع بعض. اوكي هي بتعرفه كذاب، كيف عرفت كذاب؟ بتحلل نبره الصوت. طيب شو المشكله وقت عم يقعد قدامك؟ عم يسحرك؟ شو اللي عم يعمله وقت عم يقعد قدامك؟ وقت عم يقعد قدامك ويروح يقول لك انا راح امر لك افضل بيت، انا راح اخذ لك، انا راح سجل في اسمك كل ممتلكاتي، انا راح، انت ملكه حياتي. شو الهدف؟ في هدف واحد عنده هو. اوكي نحن عم نحكي عن مثال، نحن ما عم نحكي عن كل شبابنا، عن مثال موجود في مجتمعنا واللي هو هدف جنسي. اوكي غصب عنه بفطرته، ما منلومه، هو هدفه جنسي. طيب انت ليش ما فهمتي الهدف؟ شو المشكله؟ لاني انا عم بحكي عن المراه الان، لانه اكثر النساء هن المصابين بامراض نفسيه وصدمات، يعني امراض الكرب ما بعد الرضخ، واللي هي الصدمه النفسيه القويه اللي بتجي بعد علاقه بين ذكر وانثى او رجل ومراه. شو اللي عم يصير؟ شو اللي عم يصير عندك؟ انت لازم تفهميه. ليش ما عم تفهميه؟ ما عم تفهم ان هي محتاجه للعاطفه. طيب خديها من بابا، بابا ما هو فاضي، بابا عم يضرب اخوي، عم يقول له قوم على الشغل، بابا عم يقول لامي حضري العشاء اليوم بدنا ناكل كوسه محشي، بابا. طيب الماما، الماما ما هي فاضيه، الماما في عندها عرس بعد يومين. اوكي ضاع الشباب، ضعنا اكيد. واكثر النساء اللي عم تجي على عيادات النفسيه واكثر استشارات اللي عم شوفها على التليفون عندي، واللي هو شو؟ تركني، غدرني، واغاني الحزن والاحزان، وانا بسميها احوط الليالي، بس بتكون حزينه وتركني، وليش ما عم يحبني، وليش تركني فجاه؟ ما تركك فجاه، اعطيتيه اللي بده اياه. شو اللي بده اياه؟ طب هو بده علاقه جنسيه، بكل صراحه يعني بده علاقه جنسيه. حصل عليها؟ ايه والله حصل عليها. ايه طيب يعطيك العافيه، قلبي الصفحه وروح على اللي بعده، لاني هو هذا فطرته، هيك فطره الرجل. طيب والانثى شو محتاجه؟ الانثى محتاجه بس الكلام، وهو عم يعطيها اللي بده اياه، معناته هو عم يرسم هدف صح. طيب راح اسالك، الك اللي عم تضحك انت، تمام؟ راح اسالك انت، وقت رسمت هدف وصلت له، ليه ما عم تعرف ترسم هدف لتوصل للنجاح بحياتك، بباقي امور حياتك؟ ليش ما عم توصل للنجاح بدراستك؟ ليش ما عم توصل للنجاح بعملك؟ ليش ما عم توصل للنجاح بالشيء اللي لازم يكون اساس بحياتك؟ طب العلاقه الجنسيه رح تجي بالنهايه انت حتتزوج، صح؟ بالنهايه حتحصل عليها هاي القصه، ولكن الاهم منها انك انت تبني نفسك، انك انت تصنع نفسك، انك انت توصل للي بدك اياه، للقمه. شو يعني القمه؟ شو يعني مصطلح قمه؟ شو يعني؟ يعني اني اكون دكتور؟ لا، اني اكون باي صنعه
متميز عن الآخرين، إني يكون بأي مكان إلي حضوري، إلي مكاني، إلي كلمتي، أنا موجود. طب كيف أعرف إنه أنت موجود؟ لما بتحكي احكي حتى أعرف إنه أنت موجود. طب كيف برتب هي إنه لما أحكيكم موجود؟ لما بتصنع هدف. أرجوكم أرجوكم جميعاً اصنعوا لأنفسكم أهداف، حطوا أهداف لقدام. لما بتخسر شيء أكيد في شيء بداله. طيب يلا الله حيعوضني. عمي توفى، هو دائماً عم يقول عم يترك شغله ويجي يقعد في البيت، وأنا عم بسأله شو عمه؟ بك يا زلم اليوم عم يعيط عياط بالشغل المعلم، عم يصرخ، شو أنا عبد عنده؟ طيب تشبل عبد أنت عنده، أوكي، طب أنت عبد عنده، شو وين المشكلة؟ أنت بدك توصل لهدفه، إن كنت عبد ولا ما كنت عبد، ما نحن كلنا عم نعيش لحتى ناكل ونشرب ها بهالمجتمع، أوكي؟ ولكن إذا نقطع لمرحلة بعدها، أنا الآن باكل وبشرب وبعدين أنا بصير هذا المعلم، فإذا كان لازم يتحمل. طيب كان يترك شغله ويروح على شغل تاني، ويرجع بعد يومين يترك شغله ويروح على شغل تاني، بالنهاية شو اللي صار؟ أصيب بمرض السرطان وتوفى فيه. ليه؟ من الهم، لأني ما معه مهل، ما معه المادة إنه يكمل حياته فيها. طيب شو المشكلة؟ المشكلة إنه هدفه خاطئ، إنه هدفه أنا بدي ابني، أنا ما بيصير حدا يحكي معي، أنا في إلي الروزة تبعي، خلينا هيك نقولها بالعامية، أنا إلي روزتي، ما بيصير حدا يهيني عفوا، ما بيصير حدا يهيني، ما بيصير حدا يخطئ معي بالكلام. لا بيصير بيصير بيصير، ما أنا مالي شايف الموقف اللي أنا فيه الآن. أنت ما لازم تشوف الموقف اللي أنت فيه. إذا قال لي شيء مثلا، حدا حكى معي وقال لي أنت ما بتفهم، أوكي أنا ما بفهم، وهذا الشيء تعلمته أنا من الأستاذ ماهر طبعا، واللي هو والدي الروحي، هو اللي علمني هذا الشيء، واللي قال لي إنه إيه أوكي غلط عليك بالكلام، طيب ماشي شكرا لك، غلطت علي بالكلام شكرا لك، شوف شو راح يصير، شو راح تكون ردة الفعل، ادرس ردة فعل الناس اللي قدامك. دخل لعندي شخص قال لي دكتور عم يقول عليك أنت فاشل، طيب شو بعمل؟ بعمل رد عكسي للموضوع، واللي هو بقول له قله للشخص اللي قاعد، لك معقول عم يضحكوا عليك؟ لك معقول انت كلك بهالكتله هي من الذكاء، هذا الرجل اللي قدامي واللي عنده كل هالذكاء وكل هالمواهب هي، معقول يجي هذا فلان اللي عم تحكي عنه واللي ما بهمني مين هو اساسا يضحك عليك ويقنعك بكلام عم يخترعه من عنده؟ شو حيصير؟ حيطلع من عندي ويروح عند هذا الشخص، يا زلمه عم تعلقني مع الدكتور، لك معقول هيك عملت فيني؟ لك يا زلمه زغرتني قدامه للدكتور، لك ليش هيك عملت فيني؟ هذا شو اسمه؟ هذا اسمه برمجة لغوية عصبية. أنا كيف ببرمج الأمور؟ كيف بتعامل معه؟ كيف شو اللي لازم أعمله لحتى أنا أقنع الأشخاص اللي قدامي بأنه موقفي هو الصح؟ بالنهاية بقولكم مثل ما بيقول الدكتور إبراهيم الفقي، لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. لازم نحب الألم اللي جواتنا، لازم نحب الحزن اللي جواتنا، أوكي احزنوا، وأنا بقولكم كمان أكثر من أنه تحزنوا ابكوا. ليه؟ لأنه أنا لما بكون حزين، بس حزين تمام، بيكون في عندي نقص بهرمون يسمى السيروتونين. طيب لما بروح ببكي بينفرز هرمون جواتي واللي هو المورفين، لما بينفرز المورفين جواتي بيخليني اهدى، شو بيصير بعدها؟ بيرجع بيرتفع السيروتونين، لما بيرجع بيرتفع برجع بشعر بالسعادة أو بهدى أو بنام. بيقولوا أكثر شيء إنه لا تبكي قبل ما تنام، لا أنا بنصحكم إنه تبكوا قبل ما تناموا، ابكوا، إذا أنتوا كنتوا بموقف حزين فلا تناموا على الحزن بل ناموا على البكاء، أفضل إنه تناموا على الحزن. وبرجع بأكد وبقول بإنه لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، وبقول أيضا مقولة الدكتور إبراهيم الفقي، عش كل لحظة كأنها آخر لحظة، عش بالحب، عش بالأمل، عش بالتفاؤل، وعش بالتقرب من الله سبحانه وتعالى وحب رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.